احنا فنن في نقطه تايه عن الناس شويه. احنا رايحين لكده رايحين لكده، يعني حضراتكم موجودين فتره أو, او 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 ممكن الفتره دي تطول. حضرتك النهارده لازم كاتحاد كوره هتقعد تفكر مش بس عوده الدوري. طب يا فندم رجع الدوري او ما رجعش، هتيجي حضرتك مطالب بموسم جديد ولا حضرتك مش هيبقى فيه كوره السنه الجايه خالص؟ طبعا لازم يبقى موسم جديد. الموسم الجديد ده الناس فاهمه ان الموسم الجديد خلاص رجع بقى زي ما كنا، مش هنرجع زي ما كنا قبل فتره كبيره جدا. اذا الاجراءات اللي حضرتك بتقولها هو فرق، احنا هنبتديها دلوقتي ونضيع موسم، ولا نبتديها بعد شهرين ونكون لحقنا الموسم وجبنا الموسم الثاني، لكن هنعملها هنعملها. يعني اللي حضرتك بتقوله ده واضيف لحضرتك عليه كمان، مفيش 50 هيركبوا اتوبيس، مفيش 20 هيخشوا اوضه واحده، أكيد. مفيش ريكفري في بني واحد خمس انفار، مفيش كوره مش هتتطهر، مفيش دكه بدلاء مش هتقعد فوق زي ما شفنا في الدوري الالماني ودكه البدلاء هتتغير المشهد وهيكون متر ونص بين كل واحد. كل ده فنم لازم هيشتغل، لازم حضراتكم تبتدوا فيه بكره، لانه مش بس لتكمله الدوري ده، لو في كوره في اي يوم من الايام. بص حضرتك، كل اللي حضرتك بتقوله فعلا احنا ممكن جلسنا كتير جدا في الموضوع ده، مره جلسه مع الاداره الفنيه في الاتحاد، وجلسه مع الاداره الطبيه في الاتحاد، وجلسات خاصه معنا احنا، وجلسات خاصه ببعض اللي هم الخبراء في المجال والاطباء اللي موجودين في اللجنه الطبيه بالكامل اكتر من مره. وفعلا كل الخطوات الاحترازيه اللي حضرتك بتقولها احنا محطوطه، يعني محطوطه مثلا حتى لغايه ما زي ما حضرتك بتقول مثلا اللي هيركب الاتوبيس بقول 25، طب مين ال 25؟ 18 لاعب وبشيل الاثنين اللي كان مسموح يبقوا موجودين زياده. طب السبعه التانيين يبقى المدير الفني والمدرب العام ومدرب حراس المرمى واخصائي العلاج الطبيعي والطبيب والعامل والاداري، سبعه. يعني بص حضرتك انا بسمي محسوبه سبعه، يبقى الخمسه و 25، العادي بيبقى 35، يعني العادي دايما بيبقى الحد الادنى 35، لا هيبقى 25، وقيس على ذلك 25 في اتوبيس 50، يعني كرسي وكرسي بالظبط حضرتك، الاتوبيس 50 كرسي وكرسي، وقيس على ذلك الغرف نفسها حتى المحاضرات يتم ازاي والتواصل يتم ازاي، كل الكلام ده حضرتك احنا محطوط فعلا في بلان، بحيث انه احنا لو خدنا فعلا اوكي بالاستئناف هتلاقي كل الحاجات دي محطوطه بخطه مدروسه تماما. هو دكتور جمال بس الارقام اللي حضرتك قلتها هو رقم كبير، رقم كبير طبعا، ومن وجهه نظري انه رقم طبيعي. يعني ايه؟ في صناعه دوري زي كره القدم هنا في الدوري المصري، فريق زي الاهلي صرف 400 مليون والزمالك 400 مليون وبيراميدز 500 مليون وقال لفريق بيصرف 80 مليون، انت النهارده حضرتك لو كل فريق، لان كده كده في حاله عوده الدوري الطبيعي جدا كان كل فريق عنده معسكرات وعنده معايشه وعنده رقم طبعا هتزيد شويه للي قادر واللي مش قادر هتتعمه، وضع طبيعي لازم يعني لازم. وضع طبيعي، ولكن في النهايه انت حضرتك مش بس ده الدور ان انت ماذا بعد، يعني الموسم الجاي نفس الاجراءات، هتتعامل حضرتك مع الموسم اللي جاي ازاي؟ هو طبعا بقول لحضرتك على حاجه، احنا كل الخطوات اللي حضرتك بتقولها هنتعامل مع الموسم اللي جاي ازاي في ضوء التعامل اللي موجود سواء من الفيفا سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري واللي بيتم على مستوى العالم، لانه الموضوع ما هياش ظاهره مصريه ولكن ظاهره عالميه. الجانب المهم جدا في الجانب ده انه مصر لو خدت قرار في اتجاه معين عارف حضرتك لازم يدرس تماما، لانه معناها انه في عدد كبير من الدول الافريقيه والدول العربيه هتحذو حزو مصر، وبالتالي احنا عشان ناخد القرار لازم يكون القرار مدروس. اذا كنا هنستأنف ان شاء الله احساس حضرتك يبقى دور الدوري هيرجع ولا لا؟ والله الاحساس صعب، يعني انا خليني لغايه ما نشوف طبعا انا امنيتي كل النشاط يرجع، لا امنيه النشاط كله يرجع طبعا، انه اي واحد في مصر بيتمنى النشاط اللي في كل الانشطه سواء عندنا في الجامعه ولا في الاتحاد الكوره ولا في المدارس ولا في الشارع، احنا من امنيتنا طبعا كل النشاط يرجع لطبيعته. ده اتمنى من بكره يقولوا يعني في مضاد للكورونا لقيوه ونستأنف الانشطه كلها الحياتيه بتاعتنا.